السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لي كيحصل لي شرف على أنني أنا جيت لهذه المناسبة، المناسبة ديال عيد الاستقلال المجيد مع الاتحاد العام الشغالي في مدينة فاس، وكنتمناو على أن الحفلة تكون رقصكم. الحمد لله راني غبسة شوية على الميادين لأن كانت عندي واحد الوعكة صحية، والحمد لله ربي نجينا منها وجينا وجات مع المناسبة ديال عيد الاستقلال المجيد، وكنتمناو يكون فيها الخير على 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 على, على المغرب، والمغرب إن شاء الله يمشي في ازدهار، وكنتمناو على أن يكون كل شيء في أمان الله، والله ينصر سيدنا. وتبارك الله عليكم وشكرا لكم انتم كاملين، شكرا للصحافه ديالنا وكانت اللي كتجي وكتدعمنا، وشكرا لكم بزاف، شكرا.